It consists of 134 columns, like forest of columns. And why 134 columns? Just to carry the heavy stones of the heavy roof. The roof here is made of block of sandstone, but the roof fell down by the earth. انت عم تقول لهم ايه؟ بقول لك ايه؟ انا مش فضيلك عم اشرح لهم. Come on with me, this side. معلش. No problem, no problem. The columns here are covering with offering scenes. نوفل. ايوه. نوفل. انت عم تقول لهم ايه؟ بقول لك ايه؟ انا قلت لك قبل كده ان انا معايا فوق وبشتغل مش فضيلك. ايوه جمله واحده، جمله عشان عم افهم. حاضر يا سيدي، بقول لهم ان بهو الاعمده دي بيتكون من 134 عمود. يا بنت مالك؟ بقى مش عارف مالي، مهمني هنا وانت داير ولا على بالك. بح كلام ايه ده اللي عم تقول ايه؟ تعالي هنا بنت. واحنا نقدر نهملوك بردك؟ وبعد هالك، وبعد هالك يا نوارة ما تكدريش روحك وتكدريني معاك. قصدك ما خبرتيش أنا كنت مع نوفل الترجمان ولد خالتك، كان عم يشرح للسواح واقف قدامهم. اكتف اكتف اكتف. ليش يا فرعون عاد؟ والله ما حيجيب قرارك لنمشخ خلف نوفل ورمحك على الحجارة اللي انت فرحني بها دي. لا يا نوار، لا ما تقوليش كده، ما تقوليش كده، دي مش حجارة، دي أثرات. خبرة يعني ايه أثرات؟ يعني حاجة لها قيمة كبيرة قوي. قيمة ايه؟ دي مخليك مهمل روحك ومهمل شغلك ومهمل بنت عمك كمان. بح ايه اللي هتقوليه؟ أني نهملوكي؟ طب ده انتي شقفة من قلبي، سارية في عروقي مثل الدم. أنا بس اللي مكدرني إن السواحين الغرب خبرين قيمة أثرات بلادنا أكتر منينة. أنا سمعت نوفل عيقولك دي. اسمع يا جابر، حديدك ده لا يشرق ولا يغرق. أنت داري فتحتي معبول، نول عم نول، صوت إعاد. أه نوار، ماني متأخرتش، أنا بس خزيان من بوك سويلم، أنا خابر إن حمله تقيل، أنا ما بديش أحمله هم على همه. لا، من ناحية دي اطمن، هو أنتوا حطيته في الزواج وهو تأخر؟ يقولك بقى إنه هو اللي مستنيه. خلاص، خلاص يا نوال، خلاص، ما دامك ده، أنا حنروح لبوكي. باه. جابر. خرب بيت أبوكي، دلعك مرق.
انا مش ليه المصاوي العوار يا عمي انك ما نعيشش انا قدامك اهو وانت ايه اللي نجحك علينا سعاد اصلي اشتقت لك يا عمي قلت اجي اتحدث معاك كده بقى اشتقت لي يا جابر انا ما قدرش استغنى عنك يا عمي انت خيرك مغرقني من ساسي راسي جميلك على راسي من فوق وفي حد رباني بعد ما مات ابوي غيرك انت طيب يا اخوي وادي جيت ربيت وبقيت كالفلج اهو بدك انت نوارة يا عمي بنت تتجوز نوارة من اول عم نول واحنا جاريين الفتحة وانت مرزل معاي تتجوزها بايه يا جابر ولما تتجوزها هتعيشها كيف انا ما سكتش احنا اني عمال نبرم ونرمح على شغلانه وبكره نشتغل ونكسب وتبقى عالي العال لا اني ما يلدش عليا كلام من ده يا جابر لما تشوف الطريق الاول انا مستعد اعمل اي حاجه لاجل عيون نوار بس انت قول يعني اقدر اتعكز عليك وانت تسندني يا جابر رقدت وقفا يداك يا عمي خلاص انا هشوف لك شغلانه شغلانه ايه يا عمي شو هاد يا بابا؟ تعيدك حاجة أنا خابر كل شيء أرضك ودارك محجوز عليهم خلاص يا جابر كل شيء حيعود من تاني الشغلانة اللي هقول لك عليها هي اللي فيها خلاصنا لا إن كان قديم أنا ما نتأخرش أنا حشيعك مصر تسلم أمامة لجماعة معارفنا مصر؟ كيف يا عمي بدك تبلى مصر أنا عمري ما خططها ما تخافش يا جابر يا ولدي ده مشوار صغير وحتعود طوالي ايوه بس بس ايه يا جابر ما بدكش تفك دقيقتنا وتتجوز نوار لا 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 بقى هنتدلى مصر هنسافر مصر بقى هتتدلى مصر يا مرار يا جابر ايه يا بنت مالك اترعبتك دي نخافوا عليك يا جابر نخافوا عليك من حريم مصر با بقى تصدقك دي معقول يعني هننظر لوحده غيرك هي الحكايه مشوار صغير يوم ولا تانيين ونعاون نجوز طوالي ها ايه قولك بقى انظر يا نواري انظر السواحه يعبوا بعض كيف بح. ما تتحركي وانت مثل الحجر بعد يدك عني بدك تعمل مثلهم نقابط لا لا احنا منيهم ولا هم منينا بح. ها ما تقربي يا بنت قربي بعد يدك عني بقول لك اهو هديك عني بنت نوار نواري نورت القلب بصحيح يا سلام يا سلام يا سلام عن نكش اللح الحجر حلاوته للعنوان ده
إياك تسلمها إلا ليكون بيه يرتدي. فاهم يا ولد؟ رجبت يا عمي. وينها بقى الأمانة دي؟ ما هي قدامك عيب يا جابر يا ولدي. بقى بلص وهيكون في إيه ده يا عم؟ في هبابة مش قديم يا جابر. مش؟ بدك تضل مصر لكن بلص مش؟ ليه؟ هو المش اللي في مصر قطعه. البلاطة يا جابر يا ولدي فيه خلاصي وخلاص بنتي، هو اللي هيفك ديجتنا ويرجع لي أرضي وداري. بلاطة المش هيعمل كل جديد. عجائب يا ولاد. تكونش بتاجر في المش يا عمي وخزيانة تقول لي؟ ما تقول يا حبيبي. إياك هو هذا المش بتاع التصدير. أيوة يا جابر تمام، هو ده مش التصدير. إيه أقول لك ده؟ بس يعني يا هبابة المشي القليلة دي لها عزة، فوت ندبر لك صح، هنروح نجيب لوري كبير نحملها مش ونتدلى مصر. بقى يا ولد افهمني، الشوية دول علشان يجربوه ولما يعجبهم هياخدوا منه الكثير. ايوه ايوه اقول لك ده. انا دلوقتي فهمت. والله انا دلوقتي يا عمي قرارك غويت وانا ما دارينش. حرص على البلاص يا جابر، ويوعاك يقع منك ولا ينكسر ويضيع اللي فيه. هاي بالشوم يا عمي، لاني في ده حرص عليه برقبتي. يلا يا جابر، يلا يا ولد. يلا يا عمي، يلا يا عمي، تفضل تفضل يا عمي. يلا يا جابر عشان تلحق القطر. ايوه يا عمي شايل. لا يا عم القطر هيفوتنا. وين البلاص يا جابر؟ باي حملتها دور. حملتها دور وانا فوق محرصك عليه يا جابر. لا ما تعكرش دمك عاود اجيبه. القطر هيفوتني. جرالك ايه يا جابر؟ ضب الله وين الخلجات؟ هم انت هدوة لاجل معاودة انظر نوارة. خليك انت يا جابر. اني دحش اني دحش. هاتي بوجه خد يا جابر. انا قلت لك ابوك ايه؟ يلا يا جابر. من يد من اعدامها نوار. يلا يا جابر. بالسلامة يا جابر. تعودني غانم سالم يا جابر. انا فوزي عبتاخدي بالك من جاموسي. حمار عبتاخد بالك من حمار. انا فايت وراي. في واحد اسمه جابر حيجيلي بعد شوية، اول ما يجي تخليه يدخل على طول. خلاص يا حد يا شيخ مش عارف ايه خلق ايه خلق ايه الموضوع كل خلق حير حال ومش عارف اني اللي انتصيت في الحلزون. مش انا اسفه قوي ما كانش قصدي. انت المهم حصل لك حاجه؟ الحمد لله الحمد لله. انت بخير حصل لك حاجه؟ لا 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 اني اني مليح. المهم البلاص والحلزوني. حلزونة ايه بس؟ انا لازم اطمن عليك واديك للدكتور. لا 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 انا بقيت مليح بقيت زين الحمد لله. مليح ايه وزنين؟ لازم اطمن عليك بنفسي يوم يا راجل. بعدي همليني انا بقيت مليح. شفت اديك تعبان اهو، يبقى لازم اوديك المستشفى. يلا. لا انا ورايا معاد. انا ورايا معاد. هبقى اوصلك بعد المستشفى. اركب اركب. مش ده على مهلك بس اركب على مهلك. ايوه ارفع رجلك دي. خد 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 الجلابيه.
متأكد عبد الهادي نسوان هيبعت ابن اخوه اسمه جابر ده النهارده؟ ايوه طبعا متأكد. امال ما جاش ليه لحد دلوقتي؟ ده القطر وصل من ساعتين. ما تكونش سويرة ناوي يلعب بينا. معقولة؟ هو يقدر يعملها وعارف ان روح في ايدينا؟ امال تقدر تفسر لي اللي بيحصل ده بايه؟ يا ياقوت بيه، ما تنساش ان جابر ده اول مرة ينزل فيها مصر. تلاقيه بس تايه مش عارف العنوان. اصبر بس سعادتك وزمانه جاي. الا انت اسمك ايه؟ انا جابر عبد الجليل المصاوي. وانت اسمك ايه؟ انا اسمي صافي. صافي؟ صافي بس ولا صافي يا لبن؟ الله عجايب. بس ايه دي؟ ايه الحلاوه دي كلتي؟ ده وانا في المنام. الا قولي انت ايه اللي قطع هدومك؟ أكيد أنا لما خبطتك في الحادثة هدومك اتقطعت. لا لا دي مش مشروكة منك، دي مشروكة من الأول. مسانيح ده غيرها. طب ما تقلع. بح بتقول أقلع؟ أقلع كيف؟ أنت مش بتقول معاك هدومك؟ غير هدومك. بح وريداني أغير هدومي قدامك كيف؟ مكسف؟ عيوني خجلان. خلاص أنا هطلع فوق أغير هدومي قبل ما انت هنا تغير هدومك. طه طه. دي وقعت كده. يعني بس اللي جابني هنا. وانت كمان عريانة. طب وايه يعني يا جابر؟ ما تلبس على راحتك. بح اغير هدومي كيف وانت واقفه لك ده؟ هبيلك ظهري اهو. ما هو ظهرك مكشوف اكتر من وشك يا بوي كل ده غفا. طب البس بسرعه بقى. عينك مدب فيها بروده. حالك هاني خلاص ضوري سحنتك. تعال يا جاف. تعال. الله فيك ايه مالك؟ انت في حاجه تعباك؟ ايوه. هو انت حكيمه عاد؟ طب اقعد اقعد. قول لي بقى. ايوه انت ايه اللي وضعك بالظبط؟ اللي وجعك؟ يدك استهانة. يا خبر ابيض ده انت عرقان قوي. وشك وسخ خالص كله تراب. لا 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 انت لازم تاخد حمام. عندي شامبو يفيدك قوي. شامبو؟ وده حبوب ولا حقن؟ حقن. المية تلوي العشطان والمية تلوي ادي. ايه اللي جابك هنا؟ احتشي من مره. الله فيك ايه مالك خايف؟ احتشي. طب انا جايب لك الدواء. الدواء خلاص زبقت تجيب لي الدواء هنا ولا تدرعك. طب اشرب يا حبيبي. حشرب بس تخرجي طوال. يوم طب اشرب بس. جدع. بقولك ايه؟ ايه؟ بس انا يعني خايف من حاجه. ايه خايف من ايه؟ المية اللي أنا منقوع فيها دي بتجيب بالغرسية. بالغرسية؟ مليئة. عربي
التمثال هيوصلك يعني هيوصلك. انا تعبت خالص لحد ما لقيته واتفقت عليه. نعم؟ لا مسيو دنون، لا 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 لا، السعر كده هيخسر معايا قوي. اه طبعا. على العموم ابعت انت العربون وان شاء الله مش هنختلف. اطمن. اه طبعا. اول ما هيوصلني هدي خبر على طول. مع السلامه. انت فين يا جابر الكلب دلوقتي؟ شغل كتير قوي النهارده، انا مش فاضي. شغل ايه؟ هي قصه حبس مجارتي خلاص؟ هتخرج ازاي ولا تيجي اللي جوه ده؟ وبعدين يا صافي اتصرفي يا حلوه، ما تهرشليش نافوخي امال. لا انت اللي ما تهرشليش نافوخي، مش هتخرج من هنا لما تقولي اعمل ايه فيه. القدر يا مراتها، انا عارفه هيعمل فيا ايه. اه صحيح. طب اسمعني، انا رايح مشوار صغير كده، هعمل شغلانه وارجع، اما ارجع نتفق هنعمل معاها ايه. باي باي. فضحتك يا جابر، كيف فضحتك؟ ادي الا بتيدي صافي. ده بقى معرفوش.
تعالى. قلت لك تعالى. يا بيه، ما هو انت عايزني اجيلك؟ عشان اجيلك لازم اقوم. ما اقدرش اقوم، ما قلك انت مش عايز تقوم ليه؟ اصلك ما خبرش. لو انت لا مؤاخذه هتقوم. الله بكير، ربنا يخليكم. شكرك من رجل القادر. ايوه انا عارف، استروني ربنا يسترها معاكم. ربنا يستر معاك. ايوه كده، ربنا يخليكم. انتوا فاهمين غلط يا بالله، انتوا فاهمين غلط يا بيه. يعني الدم يستهرب هنا، بس احنا كنا راكدين كان الاخوات والله ما حصلش حاجه. انت قايلين الادب يا بيه. صباحك بخير يا نوار. يسعد صباحك يا نوف. ازاي كده وازاي دابت؟ الا ما تعرفيش هو فين؟ امبارح بالليل استنيته على القهوه، ما جاش زي عوايده. ما هو سافر مصر. مصر؟ يا دي النعيم، يا دي الهنا، تلقيه دلوك عايم في العسل عوم. عسل ايه وبصل ايه؟ هو جاي برضه بتحجز من دي؟ الله يبعد عليك انت الهبله وعلى نياتك وطيبه قوي. ما تعرفيش هيعود متى؟ كل يومين ولا ثلاثه هتلاقيه حداك. طيب اول ما يطب البلد اديله خبر اني سالت عنه. فدك بعافيه نواره. باه اديها جابر بقى عين في العسل عوم زي ما بقول لك كده. اصحى ابو شنب. اتفضل عزيز بيه. رجعت عليها خشب؟ كله تمام يا عزيز بيه. امضي. كيف امضي على شيء مش عارفه؟ قول لي الاول امضي على ايه؟ امضي على الكمبياله دي ب 10,000 جنيه. با 10,000 جنيه؟ ايوه. كيف؟ هيخد منك مليم؟ والله انت ناسي عملتك السودا ولا ايه؟ شرفي وشرف الاسره. انت تبكيلي ولا ايه؟ حلمك شويه، يعني لما امضي لك على البتاعه دي شرف الاسره وشرفك هيرجع؟ ايوه. هيدالك بالك؟ ايوه طبعا. يا ملك شرفكم. لا يا حبيبي امضي يا اخويا، ما هيش لبعضك. يلا اخويا يلا، لما هلعيلك دي وتكل على الله. مش هاسم، مش طيب. وياك اشوف وشك هنا تاني بموتك. هقدم ده للنيابه، وانت فاهم بقى النيابه يعني ايه. يلا خور من وشك. قول يا اخيني. ما تخبرش العنوان ده فين؟ ده في المهندسين. انت ايه اللي جابك هنا؟ امال هنا احنا فين؟ في العجوزه. ايه واحنا من هنا بعيد عن المهندسين دي؟ يعني ما اعرفش اروح امشي؟ تقدر امشي كده على طول، واي حد تقابله تساله هيقول لك على طول على العنوان. اتفضل. شكرا يا اخ. اي خدمه. شفت يا عم هاديه جالك كلامي؟ سبت ان سويرم يلعب بينا ولا بعدش حاجه. بس انا بقى مش هتفضله، انا هخرب بيته. بعد اذنك يا فندم، في واحد بقى عايز يقابل حبيبك. جميله مره افهميني لوحدك، مره افهميني بسرعه، انا مش فاضي، مش هقابل حد. اسمع يا ولادي، انت تاخد الرجاله وتسافر له على طول. اوامر الحجز اللي عليه تتنفذ فورا وتبيع. انا بقى هعرف ازاي اخليه يلعب بينا. وبعدين يا جميله، انا وبعدين مش معقول كده، انا مش قلت لك ان انا مش فاضي؟ مش شايف حالي مشغول؟
معلش يا فندم انا اسفه، بس اصل الجدع اللي بره مصر انه يقابلك، بيقول ان هو جايب لحضرتك مشي للتصدير. مش معقول. طب ليه ما قلتيش كده من الصبح؟ خليه يدخل فورا. حاضر يا فندم. الموجود وسايباه بره. اتفضل يا سيدي. اخيرا وصل. السلام عليكم. عن جول السلام عليكم. انت بقى اللي اسمك جابر؟ ايوه، يعني جابر عبد الجليل المصاوي. مين بقى فيكم اللي هيكون يا جدي؟ انا يا قوت. معلش يا حاكم عمي، جرت عليا ما سلمش البلاص الا اللي يجود بيه يد بيد، فقول الصح. انت يا جدي ولا ما يجودش؟ انا يا قوت. قلت لك انا يا قوت. انت كنت فين؟ وايه اللي اخرك لحد دلوقتي؟ ما اقدرش ارد عليك، سحنتك ما بتقولش انت جوز. يا سيدي انا ياقوت، احلف لك بايه؟ خد شوف بطاقتي، اجيب لك شهاده من الموظفين يقولوا ان انا ياقوت. خلاص انا مصدقك مصدقك، ما تحنكش. ما دمت يا جوز ادي البلاط. شايل هل دماغك؟ بعد جدك لكبارك. انت ياقوت؟ لا. صار مني؟ معلش معايا. تشكر يا سلام يا جوز، بيه لسانك مليح. ورايا مش انت يا حيوان؟ لا، ما دام لسانه طول كده يبقى هو جود بيه. اهلا وسهلا. ده ابوكو يا جود؟ ابوكو انت هتقول عليه هنا في مصر بابا. بابا عاملين ايه في الدراسه؟ دخلت المدرسه؟ ها، اهم حاجه الاعلام، حاجتين اعلام وتدي ظهرك للترعي. مش عندكم ترعي؟ مين بقى فيكم بوجي ومين طمطم؟ ها؟ عم بشوف التلفزيون. جابر، فين الحاجة اللي جوه البلاط؟ حاجة؟ حاجتي يا ريت. ماني قلت لك، قلت لك ما تستلموهاش لأخ ده، قلت لك استلموا بيدك. طب لا، البلاص مليان مش القمة راس ايده. كتاب الله ما جيت ناحيته ولا لعبت منه لعجايه واحده. انا ما بتكلمش عن المش، انا بتكلم على الحاجه اللي جوه المش. حاجين؟ لا لا بيه، لا احنا المش عدانا ما فيهوش حاجات، مش حاجات، ده مش للتصدير. انما بقى لو كنت حابب ورايد وفاك عشان ما تخسرش المشي دي، هنجيبوا لك شوية دود لوحديهم تلقحهم في المشي هتاكلهم آخر حلاوة. جابر بلاش تلف وتدور علينا، أنا ما بتكلمش على الدود، أنا بتكلم على التمثال، التمثال اللي جوه البلاص. تمثال؟ يا بيه البلاص ما فيهوش تماثيل، ده فيه مشي للتصدير. قصدك إيه؟ يعني عمك ما حطش تمثال جوه البلاص؟ ما خبرش. ده اللي انا كنت عامل حسابه. امال بعتك ليه؟ يعني ده قصدك تقول عم سويلم بعت لك تمثال جوه المش؟ انا اعرف ان المش بيدودوه، انما هيتمثلوه؟ استفدش تمثال فرعون الصغير اشتريته من عمك سويلم كان جوه المش. بقى الحكايه كتير. ابلاش ما فيهاش حاجة يا قود بيه. ما فيهاش ازاي؟ حالك حالك عم بتلت وسكت لك عم بتعدل. انت مش هتقر التمثال فين؟ طيب هدود حفظ عليه لغاية بشوف صرفة مع اللي اسمه سويلم ده. عزيز، where is the other part؟ ايه؟ اظهر برد؟ هو لسه له اظهر برد لا مؤاخذة؟ ما التمثال في ايدك اهو. حلو اهو. اوف كورس عزيز، التمثال دي في جزء تاني كمان مكمل للجزء الاول. بدون جزء تاني التمثال دي مش مهم. جزء تاني ايه يا خواجه؟ ما التمثال اهو اخر حلاوه في ايدك لا مؤاخذة. عزيز انت ليه مش عايز تفهم؟ تمثال دي مفيش قيمة اثرية بدون جزء تاني. دي شغلتي
My business. I... What you can say? أنا أفهم في أثار أكثر منك. ما أنا عارف أنت تفهم أكثر مني لما أخذ. حاجة غريبة. جزء تاني. تبقيه منين ده؟ عزيز. أنت مش جبت جزء الأول؟ ممكن تجيب جزء تاني. دي مشكلتك عزيز. مشكلتي؟ طبعا مشكلتي. هي دي مشكلتك عزيز. بس اطمن يا خواجة. انا هجيب لك الجزء التاني. بوي. برضي كده يا عمي. هتحملني بالله ظني انه فيه مش اجرنا محمل اثرات. انا اللي طول عمري شريف وتوبي طاهر تسجلني وسط البهوات اللي عم بيبيعوا حتى منيني. يا ماني خايف عليك يا نيل. يا ماني خايف عليك. بس كيف كيف نسكت ليهم؟ حياة بوي وعزم دراعي رقف ليهم كيف الصقر. لا يا عبلان انا مش هسكت. اللي اسمه سويلم ده لازم يسلم لي التمثال باي طريقه، ولو اضطريت لقتله انا مش هتردد. انا هيخرب بيتي. هدي نفسك بس يا ود بيه، انا هسافر له حالا واعرف ايه الموضوع. مفيش وقت يا عبد الهادي، التمثال كان لازم يسلم النهارده. الخواجه حاجز ومسافر بكره. اقول للخواجه ايه؟ سوري خواجه. يا جماعه يا جماعه لجوه. يا ود بيه يا ود بيه. ايه الدوشه اللي انت عاملها دي؟ في حديث بدنا نقوله يا ود بيه. اتفضل. يعني باختصار ادوا يضحكوا عليك وياخدوا منك التمثال. انت ما تعرفش مين دول؟ ما تعرفش ساكنين فين؟ تعرف توصل لهم؟ ايوه بيه بنعرف بنعرف. خلاص احنا ناخد الرجاله ونطب عليهم ونطبقها فوق دماغهم. لا لا يا ولد بيه، انا قدامك بقف اهو، انا المسؤول، انا هجيبهولك. تقولي بعدين؟ ما خلاص ضحكوا عليك واللي كان كان. سيبني انا اتعامل معاهم بطريقتي، فاهم؟ ايه العافيه انا ملهاش عازه دلوقتي، همناني وحدي اروح لهم وحدبر ملعوب كبير علشان ارد التمثال بالحيله كيف ما سرقوه مني. فعلا يا ودي جابر عنده حق، العنف مش هيوصلنا لاي نتيجه وجايز يضيع مننا التمثال للابد. تفتكر كده؟ ايوه انت معانا كده. انا بتكلم معاه. سكرت خشم. متهيألي استنى ما اقول لك. تفتكر كده؟ تفتكر كده؟ متهيألي ما قدامناش غير ان جابر يحاول بطريقته. صدقني صدقني يا لؤي بيه، همني وحدي اروح اجيب لك التمثال. بس يا عليك النبي ما تضر عمي سويلم ده، غلبان وراجل اهبل ملوش صالح باللي حصل. طيب سيبك تروح، بس عارف الانسان ده لو ما رجعش انا مش هبقى مسؤول عن اللي هيحصل لعمك سويرم ده، فاهم يا جابر؟ ركبتي وقفايا في دك. مربك خد مربك معاك، خد مربك معاك. مرفت؟ ده مرفت؟ ايوه مرفت. لا اني ما مشيش مع مرفت في الشارع. ليه؟ عم يعكسوها ويعطلني على اللي هدبره. طيب يا جابر روح لوحدك. ايوه. السلام عليكم. ما تزعليش يا مرفت، انا مش رايح اتفسح. اما هنروح نتفسح باخدك معايا. مرفت قوس على عبد الهادي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟
هشوف وشك هنا تاني بموت. هقدم ده للنيابة وانت فاهم بقى النيابة يعني ايه. مش يهمني من خوك ولا ابوك ولا من عيلتك كلاتها. انا جاي لك الوك يا كاتل يا مقتول. فين التمثال؟ وين التمثال اللي قبلي شدين؟ تمثال انت مجنون. انا كنت مجنون لما صدقتك وجيت معاك جنيه كده. طبعا حرفيك. هتعملي ايه عاد؟ هتجيبين اخوكي؟ خلاص ما حدش يهمني. لا انا هطلب لك البوليس عشان ياخدك من هنا بحديد. بلاصير جاي تتهاجم على واحده ست في قلب البيت لوحدها. تطلبين الحكومة؟ هي حصلت؟ هتنزل ايدك يا ام عليك الناس. بعد يا صافي تعملوها وتخيله. اخرج برا اخرج برا يا نام الناس كلها عليك. ولك دي طيب يا صافي حسبي الله ونعم الوكيل. هتزعطيني من دارك اشوف فيك يوم يا صافي. برا برا. الو ايوه عزيز ايوه الزفت اللي انت بنيتني بيه جاني هنا. ايوه بيهددني وعايز التمثال. لا انا طردته. طردتيه؟ الله يخرب بيتك يا صفصف. ده انا قالب عليه الدنيا. بقولك ايه تقب وتغطاس الجبيه من تحت الارض. وخرج من عندك امتى؟ لا لسه خارج. يا عزيز ما صدقت خلصت منه. ليش ناوي ترحمني بقى يا عزيز؟ حاضر هدور عليه. جه بنت حلال كنت تهون بدري عليك. انت زعلان؟ كيف ما سألش بعد كل اللي عملتيه فيا؟ طب حقك علي. ايدي ايدي سروالك عن سروالي شوي. بقى ايوه قوم ادخل معايا جوه نصر. صحيني ولا ملعوب من ملعيبك؟ ملعوب ايه؟ انت مش مصدقني؟ اخص عليك. طب واخوك وعمك وخالك وجدع الرابع اللي ما عرفتهوش والبوليس والورقه اللي ماضيها؟ كل دي حاجات تافهه. طول ما انت معايا يا حياتي ما تخافش. يا سلام. هو كل اللي حصل ده مش من تحت راسك؟ الاقلام اللي خدتها على اصداقي من الاربعه مش من تحت راسك؟ حقك عليا بقى يا جاد. بقى هنقعد كده على السلم نتكلم. ادخل معايا جوه. طب من غير شامبو؟ من غير شامبو. اخ بيع ازاي تسيبوه يفرق منكم؟ يا يقول بيه الواد عامل زي الزبق. كان قدامنا وخلاص انا هلاقيه اختفى ما نعرفش ازاي. يعني ايه؟ ايه بيكم؟ الواد ده ناوي يعمل عامله. يبقى ما قدمناش غير عمو سويلم. بقى انتم اللي سرقتوا مني التمثال ورايديننا اجيب لكم الباقي. ايوه مظبوط. يعني انت مش اخوه؟ لا طبعا. جميل. وسعادتك مش عمه؟ جميل. حيو ولا انت خاله؟ اما انت يا سفروت يا صغنن انت ها اللي ما حدش عارف لك دي. بس الله الوكيل انا هدايا امانه ليكم ومنايا اردها لكم. امانتي يا حبيبي. الامانه دي بتظهر سيم جملي. لا ما تخافش سبق معايا حاجة ثانية. الورقة اللي معاك اللي انا ماضي عليه اطلع بيه. لا يا جابر الورقة اللي انت ماضيتها دي ضمان لحد ما تجيب لك تمثال. لا لا يا عزيز بيه لا. تمثال يوصل لي الاول بعدين ارجع لك بقيته. لا يا حدق انا عاوز الحتتين على بعض. يبقى ما فيش بقيته. دلوقتي هتدل على النقطه وخلي البوليس يجيب لي حقي. عايز تروح النقطه يا جابر؟ طب ليه يا حبيبي تتعب نفسك؟ ما انا ممكن اجيب لك النقطه هنا. ايه اطلب لك البوليس؟ بس بقى لما يجي البوليس لمؤاخذه هتقول له ايه؟ هتقول له انك سرقت تمثال فرعوني وجاي تبيعه هنا في مصر
يا حرامي. هقول انك سرقتوه. عندك شهود؟ عندك اثبات؟ ابدا. او ساعتها هتحط نفسك انت في حديد بتهم تهريب الاثار. فوق يا جابر، فوق يا حبيبي. ايه؟ اطلب لك انا بقى البوليس ولا انت اللي تطلبه؟ اسمع جابر، خليك عاقل وشوف مصلحتك فين يا حبيبي. اه الزمن ده بتاع مصلحتي فين وبس. التمثال انا ممكن اديك تمن، بس بقى على وعد انك تقدم لي الجزء التاني، فاهم؟ ايوه. بس هني هستفيد ايه؟ حق التمثال هيندب في جيب عمي لانه صاحبه. هني هطلع من المولد بلا حمص. هو ده معقول يا جابر؟ انا سيبك، ده انا اصيل وانت حبيبي، وبرضه هشوفك على الاخر يا جبور. ان كان كده يبقى صح، خلاص هني هجيب لك التمثال. بس عمي عجله تخين واعر قوي، ما هو خبوي. بقول لك ايه، انا مش عايز لف ودوران. التمثال هتجيبه وهتاخد تمن. عايز ايه تاني؟ خلاص خلصني بقى. خلاص يا عزيز بيه، امرك. برافو عليك. وامتى بقى ان شاء الله؟ انا هشد تليفون البلد الاول اشوف حد يجيبه، واذا ما عرفوش انا هجيبه بنفسي. جدع جدع جابر. بقول لك إيه؟ انت ساكن فين في مصر؟ يعني لا سكنت ولا تنيلت لسه، اهو ارض الله واسعه. لا 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 لا، ده ما ينفعش ابدا. انا هنزلك في احسن فندق في القاهره، اه وعلى حسابي عشان تنام مرتاح. كاد التمثال اللي انا قلت عليها اللي ناقصه، انت ممكن جد سهل جدا تتعرفي عليها، عليها نقوش واضحه جدا زي اللي على التمثال. يا خواجه اصلك انت ما تعرفش الحاجات دي عند عمي كتير ياما. انا خوفي لاجيب لكم حاجه ما يكون لهاش عازه عندكم. يا سيدي مش مشكله، هات الحاجات اللي عندكم كلها، ننقي منهم اللي احنا عايزينه، بقى نرجع لكم الباقي. بقى هي بطاطس يا عم، هنديك تمنها وبالعمله الصعبه. يا عزيز بيه مش الماس عليه، اني عشان نجيب لكم الحاجات دي كلها بدها لوري بحاله. هنجيب لكم كل الحاجات دي كيف؟ شوف حبيبي، نقوش اللي انا قلت عليها ما فيش زيها على اي تمثال تاني، يعني سهل جدا انت تعرفيها، بس انت مش تعمل مشكله. طب ما دام كده لازم ننظر النقوش اللي على التمثال لاجل ما اعرف اللي مثلها. هات يا صاف التمثال اللي معاك عشان يشوفه. اهو خد يا اخويا. اديك شفت التمثال، يلا. ايوه بس الماس على كده مش هتنفع. ليه؟ يعني لازم أن اوصل البلد عشان اجيب التمثال بنفسي. يا سيدي اوصل البلد، هي دي مشكلة، وانا هدفع لك كل مصاريفك. اذا كان كده يبقى تديني مهلة يومين عشان اني اعرف القعدة بنفسي واجيبها بنفسي. عزيز انا ما فيش عندي تايم، ما فيش وقت علشان استنى. بس يانس بس يانس يا خواجة، بس يانس الصبر شوية. انت ممكن تأجل سفرك يومين على ما جابر يجيب القعدة، وانت الصبح بكرة تسافر بإذن الله وتجيب القعدة وتيجي، ومصاريفك عليا كلها بالعملة الصعبة. بس نانس بس نانس، خلاص. بوي يا بوي. مالك يا نوار؟ جابر يا بوي. ماله يا بت؟ جه وبده يقابلك. جابر جه؟ الله يلعن كل كتاب، لا فين البندقة؟ بخاطرك يا بوي، اسمع حديث فلان. أنا لا عايز أسمع حديثه ولا أنظر في خلقته كمان. اسمع كلام أبوك يا نوار، لا فيه البندقة، هجيني قدامك اهو تخني. ولكاين توريني سحنتك بعد عملتك المهببة دي؟ همنينا وحدينا نواري. وليه مش عايز تتحدث قدام نوارة؟ خايف ولا خزيان؟ مش كل الحديث اللي ينقال قدام الحريم يا عمي. همنينا لوحدنا يا نوارة.
بدك تقول ايه يا خاين العيش والملح؟ بدي اقول انك كنت كبير قوي في عيني يا عمي. انا اللي تعلمت على هدك يبقى ايه معنى الشرف والامانه. وانا هي اللي بقوله ده. حد قال لك اني عديم الشرف والامانه؟ البلاص. البلاص اللي لفتهولي لاجل ما تدلى به مصر. كان بالي ان فيه مش هتريه في اثارات بلدني. بتودلها بيدك للاجانب لاجل ما ينهشوا جدتني. وقف! وقف عندك يا ولد! انت تو بتعرفني؟ هاني برضيك سويلا! ومعناته ايه سرقتك الاثار دي؟ يا ولدي انا ما سرقتش حد. دي حاجات اني ورثتها عن جدود الجدود كانت متلقحه في القرار بقالها سنين. لا لا يا عم، الاثارات دي مش ملكك ولا ملك جدودك. وان كانوا هم همروا في تسليمها كان يحق عليك تسلمها بيدك للحكومه. ما كانش بيدي يا ولدي. ياقوت مسكني من رقبتي، ارضي وداري كانوا حيضيعوا مني. كانوا يضيعوا اهون يا عمي، بدل ما تحط يدك في يد اللي بدهم يسرقوا اثارات بلدني. كفاياك يا جابر، كفاياك يا ولدي. والله كلامك بيحز في قلبي ولا حز السكين. سامحني يا ولدي. ما هتطلبش السماح يا عمي. بدنا نفكروا في الغلطة دي عندوية كيف. وعندوية كيف يا ولدي؟ اللي حصل حصل. لا يا عمي أنا مش هسكت. والتمثال أنا هرد واجيبهولك، وأنت بيدك اللي هتسلم الحكومة. وهتربه كيف يا ولدي؟ وأنت جدهم؟ ما هتشيلش هم يا عمي. إن أخوك راجل من صلب راجل. أنا عاود ليهم مصر، واللي عايزها خير هيحصد خير. ربنا يقويك عليهم يا جابر يا ولدي وينصرك. بس يعني بدي اقول لك شيء، ما تجيب السيره النواره باللي حصل، قول لها انك رايح تشتغل في مصر وخليك قاسي عليها. وقف يا عمي، اني سامع حس رجليه. الغدا خلص يا بور. جابر تعال كل لك لقمه. عمي لجابر دلوقتي يا نواره، سيبيك في حاله. ماني قلت لك جابر ما بقاش منينا. روح يا ولدي، ربنا يسهل لك. غور من وشي. جابر اجي خلاص. همليني في حاله يا نوار، انا ورايا حاجات كتير ياما بدي نخلصوها قبل ما اعود. ما عدتش تقدر تفوت مصر واللي في مصر. بعد ما عدناش نرد عليك. معلش يا نوار، نسير الحي يتلاقى. اجدي يا جابر. الله يسامحك يا جابر. الله يسامحك. الله يساعدك. الله يساعدك يا نوار. أني قاسي. اتحطيت في توب مش مقاسي. مساء الخير يا جابر، معلش اتأخرت عليك. الأمانة هي. متشكر. ما يتحرموش منك يا نوفل. بس اللي انا بدي افهمه، انت ليه عايز تاخد منوم معاك مصر؟ ها؟ مع انك انت هناك عايز اللي يفوقك وينعني شكله. هنهزر هنهزر يا نوفل، همني في حالي. ما هو ده الملعوب اللي انا وقعت فيه. سرقوني، بنقوني وسرقوني. باه، انت وقعت فيها جابر؟ ايوه. سرقوا منك كام على كده؟ مش فلوسات، حاجه اغلى من الفلوسات. ما فاهمش، لازم ننتقم من اللي سرقوني. بس انا بدي اطلب منك طلب تاني. انا رقبتي سداده يا جابر، عايز فلوسات؟ لا، بدي فلفل. سلاح. ليه يا جابر؟ ده انت عمرك ما شلته. عن شلوه؟ هتقتل بيه يا جابر؟ لو حكمت هنقتل. تماهيتك اللي عم تقبضها من الحكومه مش من شغلتك في الاثارات؟ ايوه. طب لو ماهيتك ده اتسرقت بعد تعبك وشجاعك، هتعمل ايه في اللي سرقك؟ اقتله طبعا. ولو صحيت في يوم من النوم وما لقيتش الاثارات اللي عم تشتغل عليها، لقيتها كلها اتسرقت، هتعمل ايه عاد؟ اعمل ايه؟ وقتها الفرفر ملوش حاجه، يشيلوا المدفع واللي يقتلوا اللي يمسوها. أو ده اللي اتعلمته منك يا نوفل.
اني كدها وكتبت. خواجه عاوزنا نرد له العربون. عنده حق، احنا ما التزمناش معاه كلمتنا. ما احنا اللي طمعناه، لو كنا فهمناه ان نص التمثال عندنا ما كانش طلب العربون. لا يا عبدالهادي، لا لا لا، انا شامم ريحه مش تمام. خواجه ما يهموش العربون قد ما يهمه التمثال. 100% شاف له سكه ثانيه. جاي ايد ورا وايد قدام. بالهواده بالهواده عزيز بيه، انا دبرت كل حاجه، وصيت راجل من معرفنا عم يسرق قاعد التمثال من عم سويلة ما يجيبه لك لحد هنا، وديت العلوان كمان. ايه شغل الافلام ده يا سيدي؟ الكلام ده ما يخش دماغي ابدا. وما تكدرش نفسك يا عزيز بيه، واني كنت قبضت منك حاجه. وصاحبك ده انت واثق فيه؟ ده ولدي مليح هيعجبك قوي، بس امانه تكرمه لما تقابله عشان تبيض وشي قدامه. اما نشوف. عارف لو طلع كلامك ده صحيح حد كل واحد فيكو 50,000 جنيه. ضه بجد؟ اه بجد. امال هحصل مع واحد زيك؟ المهم انا بقى دي اوصلك في سكتي. لا لا انا معايا عربيتي. تصبح على خير. 60 داهية. مع السلامة. مع السلامة. انت اتجننت؟ ايه اللي بتحببه ده؟ اذا قعد تدفع لكل واحد 50,000 جنيه. انت عبيط يا صافي. ادفع 50,000 جنيه ده ايه؟ وانا دفعت في الاولاني اما هدفع في ده؟ ده واد بريانه. بريانه؟ ما انا بقول كده برضو. اسمعي، انا عايزك تكوني قريبه منه باي طريقه، عينك ما تغيبش عنه لحظه لحد ما اجيب بيت التمثال ونخلص منه. تاني تاني يا عزيز. حاضر. هو انا وراي اني ما كان غيرها اني اقول حاضر. انت عودت تاني ليه؟ ابدا، جاي اسلم عليك. طه طه. طيب ما دام جاي من السفر تعبان يبقى اسيبك ترتاح. مع السلامة. ولو اني زهقانة ومش عايزة اروح. وما بدكيش تروح ليه؟ الواحد يا جابر، الواحد يروح يقعد بين اربع حيطان، لا بيلاقي حد يكلمه ولا بيكلم حد. يا دي المرار اللي انت فيه. بس تعرفي انت معاكي حق، أنا كمان لو تركتيني وحدي هني حقعد بين أربع جدران كده. طب إيه رأيك بقى؟ ما دام إحنا الاتنين زهقانين نروح نسهر في أي حتة ونفرفش. حتة فين يعني؟ هنا في الأوتيل، في نايت كلاب نسهر فيه وناكل لقمة. أيوه مصمت يعني. ماشي. طب تعالى. صاروخ النكتة والفكاهة. ايوه عايزين نضحك. ايوه
مع بعضينا. بلدياتنا رجع بذاكرة الورا موت اتنين. ابن الثلج التلاجة مش نيول. ركب دماغه عمل حادثة. بلدياتنا بيقولوا صاحبه. الساعة كام دلوقتي؟ قال له 5:05. قال له ما قدرتش تقول 10. قال له لا والنبي الساعة كام بجد دلوقتي؟ قال له الساعة 12. قال له فاضل كتير على عيد الكبير. بلدياتنا حبيان فتح له طول الليل صاحي. نص قرص منهم نام كده. لازم بابنا ابوش كرتان ازمان. وجد حدث وجد عم بتناوز علينا؟ عم بتنكت؟ طب وكتاب الله انا نكت عليك وعلى اهلك. لما ليني بحالي انا رفيع اسفيف يا مسلوع. بالك لو الولد ده جه حدانا في بلدنا ونزل الترع هياخد بالهريسيا. البلهريسيا تطلع من جدته عندها كساع. يلا رفيع عم سلوى على ينزلوك من على الميزان تقول انا ناقص. لما تنام يغطوك بعود كرات. تدرى في القصة تطلع انت الوحيد اللي مسود. بالك ولا انا معجب بيك او هلا معجب بيك. ما تديني صورتك احتفظ بيها واعملها فرشة المركوب. لا ما تزعلش ما تزعلش. انا احب دايما اهزر مع البهايم. خدي كمان بقى. عارف احنا في بلدنا ما بنحطش عصير كوز. خبرش ليه؟ عشان انت موجود في مصر. مرحبا يا ابوي. خلاص ايه يا جوجو يو؟ ايه ده امال تنزعل نفسك ليه؟ مش كفايه انك طبحتني؟ بس بيني وبينك برافو عليك، انت فعلا هزقته في صحيح. اه احنا كده استثار. ايه ما نسيبوش طرنا لحد واصل. طيب هنسيبوكي بقى عشان نطلع ارتاح في المنظر. اخصى عليك وهتسيبني اسهر لوحدي؟ باه امال بدك ايه؟ نروح نكمل السهر عندي في البيت. باه هتقولي ايه لعزيز بيه؟ هتقولي له ان امك. سيبك من عزيز، عزيز دلوقتي تلاقيه استدعى ماما. بس لما بعد عليا انا. ايوه بس برضه انا بدي اقول يعني. انت مش بتقول انك بتزعل لما بتقعد بين اربع حيطان؟ ايوه. يبقى خلاص نكمل السهرة سوا. ما طب بقول لك ايه؟ ايه؟ انا ليا شرط. شرط؟ ما تحمليش. ماشي. ايوه يا عود بيه. جابر لسه خارج ومعاه واحدة ست. والخواجة من ساعة ما طلع اوضته ما نزلش. عبد الهادي فهمنا ان احنا غايب الخواجة وبس. حاضر يا عود بيه. اول ما يرجع جابر هجيب واجع على طول. تحت امرك يا بيه. صافي صافي. ايه يا جابر في حاجه؟ وضبت لك كل حاجه وجبت لك الهبابه اللي انت عايزاها. هبابه؟ طلع من خشمك عجبك. تعالى يا حياتي. يلا بقى عايزينك تقريبا مزاجاتنا. ها كده؟ طب صب لي كده. عينيا
قبل يلمك. مين الفتح؟ قال لما شيكي في الفصل لا يعني ها؟ فاروح عشانك. اطلع 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 اطلع. قاعدة التمثال سحنتك عتقول انك مبسوط اوي يا جابر. شوف يا جابر او التمثال ده من غير دي ما يسواش حاجة. عنجلك انت ابن حلال. ودي من غير التمثال ده برضو ما تسواش حاجة. حلال عليك. لكن للأسف يا جابر التمثال ده مزور نسخة من جبس. عتقول مزور يعني جلدينة يعني دلوقتي ملوش عازة. التمثال الاصلي فين يا جابر؟ وانا عارف منين؟ ديت اللي لقيتها. انت رحت للخواجه الاوتيل ليه يا جابر؟ ايه اللي بينك وبينه؟ يا باشا ده بيكلم امين شرطه. كمان امين شرطه؟ بيتكلم امين شرطه ليه يا جابر؟ عاوز منه ايه؟ عاوز منه ايه؟ بيسالك ورد عليه بسرعه. ايه يا امير ما تنسى عصبيه؟ لا بقى امال شويه. الشرطه ليه؟ يا بيه كنا هنسألوا على الواد. عنوان مين يا ريت؟ امسك عنوان مين؟ انت هتضحك عليا يا بسكوته خالص. مين ده بسكوته ازاي؟ انا مش عارف. مين بقى؟ قوم انا شكلي بقى واحد. قوم يا بنت. وين انت؟ عنوان مين؟ يا بيه يا بيه انا توفت على الوانكم يا بيه. حبيت اسال العسكري على الوان علشان اجيب لك التمثال. يعني ما لكش اي صلة بالخواجة؟ خواجة ايه؟ احنا ما نعرفوش خواجات خالص. امال كنت في الاوتيل بتعمل ايه؟ يا بيه اللي سرقني نظرته داخل هناك. قمت دخلت وراه لاجل ما اسرق منه التمثال كيف ما سرقني. كان لازم رايح بيه الخواجة عاوز يديهوله. انت تعرف الناس اللي سرقوك دول؟ يا بيه بنعرف مطرحهم بس اللي ما قدرش يروح عنديهم بعد ما سرقت منهم التمثال. دول لو نظروني هيقتلوني. وده طبيعي. يبقى لازم احنا اللي نحميك. ايوه لو تحموني احنا نروح لنا عنديهم كده. طيب ابو دوم انصح بيه. خد معاك زعتر و ومرفت يا بعض. اهو منظر برضه ماشي. واوعوا يغيب عن عينيكوا او تخلوا حد منهم يتعرض له. فاهم؟ التمثال التمثال اهو. عارف لو التمثال الاصلي ما رجعش هيحصل لك ايه؟ مش هيحصل لك طيب لا انت ولا عمك. وانت عارف انا اقدر اعمل ايه. ايوه بنعرف بنعرف. طمن خالص يا جود بيه. بس انت جرت على رجالتك انهم يحموني صح وتوكل على الله. سامعين؟ نايس تايم جود لك. ها؟ لا مفيش. روح ده انت عاوز سنة عشان تفهمها. بقى ثلاث ساعات ماشيين. هتاخد علينا حلاوه؟ انت يا جدع انت عارف البيت ولا ماشيين اي كلام كده؟ ميرفت بقول لك ايه اكفني خشمك. لو كتاب الله اروح لياجود بيه واقول له انكم مش رايدين تروحوا معاي لاجل خايفين. اللهم طولك يا روح. عاوزنا نمشي ازاي؟ خليه يدخل يمين. ما احنا مشينا يمين قبل كده. اجدي لا خلاص خليه يخش شمال. خش شمال.
خبر ايه؟ تقدر تقول لي دلوقتي وقفت ليه؟ امشي فين يا اخي؟ انا ده شارع سد. اها اجديه والله فعلا سد. طيب يلا ادخل يمين. الله انت مش شايف لا في يمين ولا شمال؟ يبقى بالعقل كده. ارجع ورا. يلا هم شوي. لا ماشي كمل كده. خش في الاوتوبيس. ايوه خلاص وصلنا. وقف عندك وقف. يلا دلوا بهوات. ناظرين ده لو رجاله صح خش وراي. ما تفتح يا احمد. بقول لك تدخل اسم البوليس. عارف يعني ايه؟ تفتكر دخل اسم البوليس ليه؟ عشان يتفسح؟ ما قلناش حاجه، بس ده مش معناه انه بلغ. مش يمكن حركه ذكيه منه عشان يهرب من الرجاله. حركه ذكيه؟ وده هيجيب الذكاء منين؟ اسمع يا عبد الهادي، انا ما اقدرش اغامر بسمعتي. احنا لازم ناخد حذرنا ونتوقع اسوأ الاحتمالات. ما اقدرش الومك، مع اني ما صدقش ان جابر يعمل كده حتى لو كان اغبى خلق الله. معقولة دي؟ يروح يبلغ عن نفسه؟ عبد الهادي، أنا متهيألي إن الجدع ده وراه ناس تانية. لا، قولي لي يا صافي، هو أنت ليه لحد دلوقتي ما اتجوزتيش؟ الاسم والنصيب يا جدع، لكن أنت ليه شاغل نفسك بيه؟ باه، ده كلام ده، طب ده أنا قلبي اتفتح لي قديه لله في الله يوم مار. كتر خيرك يا جابر. طب يا حياتي دوق دي. زي الشهد من يدك. ايه الا قولي لي ليه عزيز ما اتجوزكيش؟ ولا ضحك عليك انت اخرى وقال لك ان اخوك؟ كتك ايه يا جابر؟ ده انت دم خفيف هو بتعرف هناك. لا دي مش نكته، انت بس صعبانه عليا قوي. من جهة انه ضحك عليا فهو ضحك عليا كتير. طب وكتاب الله يدوفك برقبته؟ ده لو كنت مكانه ما كنتش هفوت الدقيقة واحدة. يعني انت ترضى تتجوز واحدة زي جابر؟ انت بتقولي ايه؟ ايش جاب لي جاب؟ يعني ترضى تتجوزني يا جابر؟ ده انت تستاهلي السلطان، تستاهلي الباشا. طب تصدقي تؤمني بالله؟ انا اول ما شفتي قلت يا سلام، لو ربنا يرزقني بواحدة زيك كده. انما بقى انا الحقيقه خزيان مني جدا. من انا؟ ليه؟ يعني قلت امبارح كده عملت حاجه انما خلاص هي راحت لحالها. لا قول عملت ايه؟ انا هقول لك الحاجة، هقول لك كل حاجه. انا عشية الشيطان لزني لما شفت التمثال حداكي، قلت واحده بواحده، حطيت لك حاجه بتنوم واخدته. ايه؟ خدت التمثال؟ ما تتخبيش ما تخبيش. ماني بعد ما نزلت بيه الشارع قلت يا عاد يا جابر هتوديه فين وتعمل بيه ايه؟ خفت عليك. حكيم عزيز بشراني وند اللي ممكن يأذيك. يا سلام، بقى انت حنين للدرجه دي؟ طب ايه اللي خلاك خدت التمثال؟ اصلك ما خبرتيش الحكايه. التمثال ده ملكاني، كان اصلا ملك ابوي، هو واسرات غيره يعني. لما مات بوي كنت صغير، عم استولى عليها كلتها وحرمني منها، ما طلتش منه حاجه. هقول لك الحق، انا صعبت عليا نفسي، بقى عمي اللي رباني يسجني، ما يهننيش على ورث ابوي. يا ابوي ما تضحكش كده. لا حاجه على خير جدي. ما تضحكش كده. امال كده؟ امال كده؟ سيبيها انت يا جميله. انت بقى فاهمني بتعملوا معايا ده اسمه ايه؟ لا عاد يا بالك عن خاف منيك. لا لو كنت بخاف كنت اترعبت من بقرك العجالي اللي بعتهم معاي. كان مرفت. سلامات يا مرفت. واللي خلاك تهرب منهم وتدخل القسم يا جاب؟
دخلت الاسم تعمل ايه؟ فهمني. كنت عشطان ودخلت نيشا. يا سلام، ما شبعتش الا ميه الاسم يا نادر. اتكلم معايا عدل ووقعوا كمان عدل. ايه اللي خلاك تعمل كده؟ انت مش كنت بعتهم معاي لاجل ما يحموني؟ ايوه. ومجرت عليهم انهم ما يسيبونيش؟ مظبوط. انا ردت استمحنهم، دخلت القسم، قاموا خافوا وفروا كيف الفروج. وقتها عرفت ان رجالتك من قش. وجاي لي ليه دلوقتي؟ طلباتك. انظر يا جديه، الحق حبيب الرحمن، وبصراحه جديه التمثال اللي مدفوق عليه مع عمي مش بتاعي انا، اللي ورثته من ابوي، والاسرات كلها الاحداء بتاعه ابوي، عمي خدها منينا بعد ما مات. هو صح رباني وصرف علي، بس برديك اسمه سرقني وعملي تجديات هي اللي فضحتها. انا دخلي ايه بالحدوته دي كلها؟ دخلك ايه كيف؟ مش انت اللي هتشتري وحد قبضوا الفلوسات وانا يطلع منها بلوش. اه فهمت، عشان كده خدت التمثال لنفسك. ايوه خدتها حقي، مش كده برضيك ولا ايه؟ بس انا دافع له 10,000 دولار عربون ومتفق على 32,000 تانيين بعد التسليم. روح لعمك اتحاسب معاه براحتك، دي مش مسؤوليتي. ابا اهو ده اللي كنت عم خافه مني. لو يا عمي سويلم يده طالت الفلوسات ما عم طلش منه قرش يوحد ربنا. وايه المطلوب مني دلوقتي؟ مش انت حداك بقيه التمثال؟ ايوه عمي. عني حداك التمثال نفسي، هنجيبهولك والفلوسات هاخده ماني، ده حقي. ما عنديش مانع، هات بقيه التمثال وانا اديك الفلوس، سلمني واستلم. كلام رجالي. رقبتي وقفاه يا بداك. استبعيني. من هل مع السلامة. عبد نادر. ايوه. عاوز اعرف كل حاجة عن الواد ده. عاوز اعرف ساكن فين، بيتقابل مع مين، كل حاجة، فاهم؟ فاهم. بس كيف انت اتخدعت لوحدك يا جامد؟ ايه في ايه مال؟ يعني كان لازم هتلبسيني الخلاجات دي. قميص مزمجني وبنطلوني مجيدني، لان ياما كنت زين في الجلابيه. جلابيه ايه بس؟ انت في مصر، الجلابيه دي ببلاش. خلاص، ما دمت اتدليت مصر هخرج من توبي. قصره. ها، كنت هتقولي ايه؟ كنت هقول الدنيا انا فيها. ايش عرفك بالحاجات دي؟ لاني بظن انك عمرك ما دقت يوم مرار. هيأتك. الدنيا بالدار يا بنات. ايوه الهدوم ياما بالدار. لما انت حزينة قوي ومكروحة، حكيلي ده اللي ستر غطى عليكي. عزيز يا مورين، في الاخر حيرميني زي الكلب. الفيلا اللي انت شايفها دي مش بتاعتي، بتاعته هو، كل حاجة باسمه، حتى العربية. كنت بشتغل رقاصة، كنت بكسب، كان عندي فلوس كتير قوي، طم ورايا لغايه ما قصعص ريشي. في الاخر ايه؟ هيرميني وهو اللي يكبر؟ لازم غصب عني ابقى خدامه تحت رجليه ونافذ كل طلباته. باه، وانت هتسكتي ليه؟ بقول لك اتغدي بيه قبل ما يتعشى بيكي. وانا في ايدي حاجه. كيف؟ في يدك تفعلي كتير. واني نقف في سندي. واثنين اضعاف اقوى من راجل واحد. ازاي يا جابر؟ انا مش فاهمه. انت حداك التمثال؟ ها، واني حدا القعده. قصدك يعني؟ ايوه، واحنا اولى صافي، وعم بيقولوا لوحة اولى بلحم ثوره. كلامك حلو، بس التمثال اللي عندي مزيف. اه، عزيز حطهولك عندي عشان يختبرك بيه. عم يستمحني ابن الفرطوس؟ طبني راجل من صلب راجل. انت فعلا سيد الرجال. قد ايه يا جابر التحليل؟ وصريح؟ قلتها. ايوه طبعا. حتى اني عرفت من زمان. لو كنت قابلتك ولا قابلت واحد زيك قبل ما يضيعني عزيز، كانت حياتي اتغيرت ويبقى لها طعم تاني. ما احنا توه فيه. تفتكر نقدر؟ وما نقدرش ليه؟ ما انا يوم ما هاخد حقي من عمي وانت تاخدي حقك من عزيز، هنعيش عيشة هنية ونقدر نعوض كل اللي فات. وتفتكر عزيز ممكن يسيبنا في حالنا؟ مستحيل. تعالي هنا بس يا مادي، اضبطي عن فر.
عن سر الروح بلد تاني بلاد الله واسع. يا ريت يا ريت يا جابر، ده حلم. هنبدا نحدد وانا نمشي. ابوك جنوا له حاجه بت؟ ابويا لسه مسافر. انا جايه لك لاجل جابر. ماله جابر؟ عنده جنابه يا بت؟ ما خبيرش، شد لك تليفون عندينا ورايدك تدلله مصر. بتقولي ايه؟ هتدلله مصر؟ ليه؟ ادي العنوان اهو، وبيقول لك لازم تنزل له وتكون مسلح، وهو كمان عايز سلاح. سلاح؟ ما قالكيش عايزه ليه؟ طمني يا نوف. ايه هو عايز سلاح ليه؟ ما تكونش الحرب جامد؟ ما خبرش حاجي معاه. نوفل دابر ولدي العم حبيب قلب عاملين على سلام. وحشتني يا جابر. يا خيرة. ايه يا نوفل؟ اهو الظروف. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه اللي انت عايش فيها دي يا دابر؟ جابر والله اللي جابك دلوقتي. طب قول لي الاول الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. اصلا نواره بلها انشغل، فقالت لازم حتما تيجي وتطمن عليك. يخرب بيتك، دي عامله تعملها فيها برضك. والله عشتك مليحه، ما انت قدرت تحملنا وتحمل اهل بلدك. ما انت خلاص قلعت جلابيتك ولبست فندي. تقدر تقول لي جبت الفلوس دي كلها منين؟ هل عايز بيع هنيه؟ نوارة أنا مش ماسك. تعال تعال على المطبخ اعمل لنا كرتين شاي. يلا يا اختي يلا من هنا. نوفل ايه اللي خلاك تجيب نوارة معاك؟ وعمي كيف يسمح لها تسافر معاك؟ ما هو عمك اصله سافر، فهي بقى شفطت فيا وقالت انها تعاود قبل ما يرجع. انما انت يعني مربوك من ايه؟ خايف من ايه؟ معاك حد هنا ولا ايه؟ حلوه زي بنات مصر ولا ايوه يعني عايز اتكلم معاك في حاجه مهمه. حاجتي تعالى. لا لا يا عزيز اطمن، المره دي خلاص جابر بقى في جيبي. اول ما قريبه هيوصل هجيب الامانه واجيلك على طول. ماشي، باي باي يا حياتي. والله براوه عليك يا دابر يا واد عمي، انا ما كنتش فاهم الحكايه دي. ده انا بعد ما فهمت الحكايه حسيت ان كل حبة من تراب ارض بلدنا تستاهل ان الواحد يضحي بروحه علشانها. واني فداك يا جابر. شهم شهم والله بصحيح. يا جابر ما خبرش فين الشاي؟ نوارة لا بدنا شاي ولا قهوة. اسمع خذي خلاشاتك وخشي منظرة الضيوف عشان تبيت اللاجي. واني ونوفل حندعبس على اكنبا نبيت فيها. يلا يا اختي يلا يلا نحيان نحيان. نوفل. ايه نواره؟ مش المفروض تشوف صافي ولا صافي تشوف نواره؟ عينك عليها على بال مطلع انزل صافي علشان نروح لعزيز بيه. ها عايزين نشوف تصافي دي شكلها ايه. صافي صافي جبت لك خبر بمليون جنيه. ايه هو نوفل وصل توها من البلد ومعاه الامان. حلو، يبقى بينا على عزيز ولا جهز. يلا يلا بينا. اطمن منين انك هتجيب لي النص التاني من التمثال؟ ايه يا جابر؟ انت جايبني هنا لاجل الراجل ده ما يتمجلك عليا؟ اصبر اصبر يا نوفل، الراجل ما يقصدش. لا شوف اخر كلام عندي، اذا الراجل ده مش هيرد النص التمثال اللي معايا في غيره كتير يشيل. يا سيدي الزمني، ما جبتوش معاك ليه؟ يا عزيز بيه جابر حكى لي عن كل حاجه، وحكى لي كمان انكم قلتم معاه بالوادي وبزياده. فهمت، بس بقى انا مؤاخذة دلوقتي الوضع مختلف. على فكره احنا ناس اشراف قوي،
ندي كل واحد حقه وما ناخدش حق حد ابدا. جبت الحته عزيز بيه، ما تجبضوا حاجه في الاول. قبضوا ايه؟ سلم واستلم. برضه حاجه ربط كلام كلك نظر. ربط كلام؟ وربط الكلام ده كام ان شاء الله؟ اخد 10,000 دولار. 10,000 ايه يا اخويا؟ كنت مكان بنك. براحتك يا عزيز بيه، بينا دابا. اصبر هبابة نوف، انا عم نتفاهم مع الراجل. استنى بس يا نوف. تعال يا عزيز، اللي جرى ما تديهم اللي هم عايزينه، ولا انت عايز تضيع طول التمثال من ايدك؟ اديهم ايه؟ انت مش شايفه طالبين كام؟ كام؟ 10,000 دولار. واه يعني؟ ما اللي هتدفعه باليمين هتاخده بالشمال. انت ناسي ان هم هيباتوا عندي الليله؟ هيباتوا عندك؟ ماشي. المبلغ اهو. بس على فكرة ايوه هتمضولي على الورقة دي. ماني مأشرك على ورقة تانية، انت ناسي يا عزيز بيه. لا حبيبي، دي ورقة ودي ورقة عشان اضمن حقي لا مؤاخذة. ماشي، مأشر له على ورقة تانية. زينة جابر، انظر بقى يا جود بيه، انا جاي نعرضه عليك فص هيحل لك كل المشاكل. ايه بالك تباع لي الحتة اللي حداك بتاعت التمثال؟ وماله يا جابر؟ عاوز تشتريها بكام؟ ابا احنا برضيك اللي هنقول. اخد 50,000 دولار. ويقول قولك، اني موافق. خد عد دولي. عجيب، وجبت الفلوس دي منين؟ ابا واحنا قليلين في البلد دي يا قديه، ولا كنش بالك ان احنا رخيصين؟ فلوساتك؟ انت مأمني بانك راجل زين صح. قصدك راجل اهبل مش كده؟ بس بقى اللي انت ما تعرفوش ان انا عندي حاجه جاتني من عند ربنا من غير مقصد والله، مخلياني مطمن انك هتجيب لي الحته دي والتمثال وتتحايل عليا كمان عشان اقبلهم منك. وايه بقى الحاجة اللي هتخليني اعمل كده؟ نوار يا جابر. حبيبة القلب. انت ايش عارفك بنوارة؟ مالها نوارة؟ مشرفها عندي في الحفظ والصون. ضيفها عزيزة لغاية ما يرجع لي التمثال بالكامل. مش كنت برضه ناوي تتجوزها؟ شد حيلك بقى ورجع لي التمثال بسرعه قبل ما حد من الرجاله يسبقك ونزفوهم على بعض. يا بنت يا جمال، يا بنت يا بنت، اشرب من دمك قبل ما تلم الشعره من ورا. بلاش العصبيه دي وفكر في مصلحتك ومصلحتها. يلا فين دلوقتي؟ هوريها لك، ده من حقك برضه عشان تحكي لشركائك عزيز. وعلى فكره انا كنت اقصد صافي، بس لقيت رجالتي رجعوا لي ومعاهم نواره، قلت خير وبركه. وفلوسي كمان اللي اديتها لعمك اديك رجعتها لي. Thank you.
كيفك يا بنت عمي؟ بعد عني يا فاجر، أنا بنت عمك ولا عارفك. عمك اللي ضواك تحت جناح خنت خنت من كمان. بس دعوت عليك ربنا من يوم ما خرجت من دوبك. انت قلت يا جابر من يوم ما دليت من مصر. لا أنا ما خرجتش من دوبي، أنا ما قدرتش أستغنى عنك يا نوار. مش استغنيت خلاص. أول هام تلاقي على واحد شعره أصفر. أني أنا نظرتك من الشباك أنت ونوفل وأنتوا خارجين معاه. ثاني هام خلت راسك دي إلا بسهالك. ثالث هام الهم عم تبيع الأسرار. مش هي دي مرضية الأسرار اللي قلت لي عليها إنها لها قيمة كبيرة قوي؟ دلوقتي فهمت قصدك. أكيد فادتك مش كده؟ نوارة فهميني، أنا مش راضي. أنا مضحك علي. صح مضحك عليك. هو أنت لساك بريالة؟ من دول اللي عم يضحكوا عليك. بوكي هو اللي ضحك علي. اخرج بقى لسانك، ما تجيبش سيرة الراجل الطيب ده. بقول لك بوكي سويلم هو اللي ضحك علي، صدقيني بقى. بوكي سويلم هو اللي عم يبيع الأسرات والبهوات في مصر. أنا شريف ولا أنت شريفة؟ أنا كل همي دلوقتي أرد التمثال عشان يقعد بوكي معاي. دي حاجات ما نملكهاش. لازم أنا أردها للحكومة. كلام إحدى يا جابر. كلام حقك. كلام صح. يا نوارة أنا عمري ما ضحكت عليكي. أنا بقول لك الحديد ده وقلبي بيتشق. طب والحرمة؟ ويا جود بيه؟ الولية اللي اسمها صافي ويا جود بيه وعزيز بيه ورجالتها هم اللي سرقوني. ايوه سرقوني. وناس ياما كتير عم بيسرقوا. بس انا صابر دلوقتي لحد ما خلص التدبير اللي في بالي. نوارة عمرك هرجع مني خوان؟ لو الحكاية كده تبقى انت راجل يا جابر وحقك معاك قدام صافي ويا بوك وبوي وتدي الدنيا كليتها. برافو عليكم كده الخطة تبقى تمام. هتروح على الفيلا وهتطلع على اوضه النوم، هتفتحوا الدولاب هتلاقوا التمثال جوه الدولاب. ايوه بس لو لقينا عزيز نايم فوق. فوق ايه؟ ما انا هكون قاعده معاك تحت شغلان. احنا المهم عندنا ان الخطه تنفذ الليله. هيحصل. خليك معايا خليك معايا. المهم يا دابر نواره دلوقتي هنسيبها في الحيص بيص اللي هي فيه دي؟ لا طبعا، انا عايزك تشد تليفون البلد تكلم عمك سويلم وحفاهمك تقول له ايه. والسهرة يحلى مع الاحبة والحب يحلى. اتجي يا عمر. ميرسي يا حياتي. ملعوب ماشي صح. صافي ترك لنا الباب مفندق. عزيز على فين يا عزيز؟ لحظة واحدة حبيبتي. يا ولد المفحور يا واكل ناسك. ده كل ده كل ده ده انت واعر قوي بس لا احنا في سندنا نوفل الخبير نوفل. يلا يا نوفل يلا يا خبير قول انهي فيهم الحقاني. لا قول انهي فيهم الحقاني. عقل الحقيقة. ايوه معرفش معرفش. معناه مش انت بتاع
من هيالي دي عند ايه؟ تهيالك؟ باني جايبك من البلد لحد هني عشان تقولي بتهيالك؟ بص يا دامر من غير زعل، احنا ناخدهم كلياتهم ونفرزهم براحتنا. بس اخوهم بعينك. انت بتعمل ايه؟ ما هو لازما حتما تمثال بلدنا هيكون ريحته ومشي بلدنا. ايوه يا ميسي ودمون. طبعا جاهز. ها؟ فيري فيري كمان. التمثال والقعده بتوعك. راجع تتين. حضر انت بس الدولارات بتوعك وانا جاهز. ماشي يا جميل. اوكي. باي باي. مش هتلحق تتهنى ليه يا سيدي؟ انتوا ايه اللي جابكوا هنا؟ وعرفتوا المكان ده ازاي؟ لا عايز على ما يتوهش يا عزيز بيه. فهمني ايه اللي عرفهم طريق هنا؟ انت بتلعب على مين فينا؟ إذا كان حقيقي ولا شمميني. إيه؟ شمميني. أيوه هو الحقيقي. ريحته حتبك منه المش. اشتري يا بابا الفجر هيشكشك. ما انا اهو وبقى هشاشه اذا لسه بدر. ثلاث ساعات يا حبيبي يغبط نروح للخواجه ناخد منه القرشين ونشيل حياتي. يا حبي ايوه. بقول لك ايه؟ ايوه كده اللي اسمه نوفل ده زحلقه. ايوه حاج النوفل ده طماع هينقل فلوس في قدنا عدله هيطق. ايه؟ لا لا عايزك تنزل لأقرب تليفون ها في الشارع تتكلم منه. طب وليه انزل الشارع اتكلم في التليفون والتليفون كتير وقوي؟ ايه الزكاوة دي؟ مانيش عارف وعارف ان في تليفون. عايزك تتكلم من تليفون بعيد ها؟ تكلم يا ود وتقول له يجيني حدا الخواجة في الأكاديمية اللي انت عارفها. ايه؟ طب يا نوف سلمني على ابوك مات. ماني عارف انه مات. تفهم وتبلغ يا ود انه يجيب نوارة يسلمها لي اسلمه التمثال. با يعني انت هتسلمه له؟ با خليني اكمل كلامي بعد كده تتصل بعزيز برجالته خليهم يروحوا له في الفيلي ويجيبوه هو كمان على هناك. بعدين تطلع على البوليس تخبره بكل شيء وتخليهم يجيبوا قرطة عساكر على هناك. وليها اجابر اللفة الطويلة العريضة دي كلاتها؟ ما التمثال قدامنا هو نسلمه خليها. بني ادم افهم ليا تكتاكي افهم. انا عايز المهم كلاتهم كده بفرحه المعلم في مصيده واحده ونقفش فيهم كده حته واحده زي ما كنا بنقفش في البلد ده. امسك الباسبورتات دي وتذاكر خليهم معاك. استنى امسك خد بالك من نفسك يا جابر. اللعبة دي خطرة. خليها على الله. بس اللي بتجيب انت هتعمل ايه؟ خلاص ما تبوظهاش بتقطن. صافي
الو؟ ايوه. بتقول ايه؟ انا مش فاهم حاجه. مين دول اللي كتفوا عزيز بيه في الفيلا؟ طب انت مين؟ فاعل خير؟ هو في حد بيعمل خير الايام دي؟ ايوه خلاص خلاص فهمت، هروح له حالا. عزيز بيه؟ ايه اللي عمل فيك كده حسيت بيه؟ لقد جاء السابق التمثال. يعني التمثال ضاع؟ انا ما يهمنيش ضاع التمثال، انما اللي يهمني ان واحد سيده قدر يضحك عليا. اتفضل يا فندم. يا ولدي واحد كلمني دلوقتي بيقول ان جاب مستنيه على خوارف الاوتيل عشان يسددني التمثال والسلم. هتروح له يا ولدي؟ انا ما قداميش اختيار غير كده، دي اخر فرصه هروح له على ايه، بس من غير نواره. طب خلي بالك بقى يا ولدي، لا يكون مرعوب من ملاعيب جبل. ما تخافش وانا ما حرمتش. بينا على الهادي. وانت بتعرف تكتب؟ اسمع، انا حصل لقيت الاوتيل بتاع الخواجه وانت هتستنى هنا مع نوار، واوعى حد يجي يهون ناحيتها، فاهم؟ حاضر ساعتك بيك. وانت جميله بالراحه. اوكي يا فندم. وانت تعالوا معايا. ما انا اديتك بدال المستك. ما نعرفش نسيبه بمحرج نسينا ده. انا اصلي بتنكر، بتنكر من الناس مش عايزهم يشوفوني. تتنكر تتجندل على عيني ابو سيدك، مالهاش مصلحه بيه. همني 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 ده انت احمر منه. مالكش مصلحه، تعالوا تعالوا نحط تعالوا. اتفضلي اديهم. بالسلامة. نشوفك بقى ان شاء الله. ما حد الحقيش، ما حد الحقيش تسيبي جوه. ها هتسافري برا كيف؟
والتذاكر معاي والباسبورتات معاي. اعقلوا طخ في دماغ كل واحد فيكم اجيب اجله. ها دي هالتمثال يا خواجه. يلا اقفل السدسه اقفل السدسه. Thank you.
دلوقتي ما هيستجروش يطلع علينا نكت. فكرك هيقولوا علينا ايه؟ هيقولوا عليك بطل. وفكرك هتضحك.